الخير على اعظم جمهور في الكون. مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه، حلقه غنيه بمعلومات كتير فيها تفاصيل كتير قوي هتعرفوها. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعوا السادسه في كل مكان. فرحه ما بعدها فرحه، الحقيقه ده كان عنوان احتفاليه امبارح الحقيقه اللي احتفل فيها جماهير النادي الاهلي باستاد الاهلي والسلام، الاستاد الجديد اللي هيلعب عليه الاهلي ماتشاته 25 سنه جايه. مبروك على كل اهلاويه، وان شاء الله باذن الله تكون اضافه مهمه جدا في مسيره كيان عظيم ما بيعطلش. كيان عظيم لا تتوقف فيه الانتصارات ولا تتوقف فيه فوزه بالبطولات. اهلا وسهلا بحضراتكم. تفاصيل كتير جدا زي ما قالت ساره، هنتكلم على الاستاد الجديد واهميته وايه الاضافه اللي ممكن يضيفها لجماهير وعشاق النادي الاهلي من خلال ان شاء الله بعد طبعا ما الجماهير ترجع للمدرجات مره ثانيه من خلال تجربه الاستاد الاهلي او ملعب الاهلي الجديد. هنتكلم على اصداء او هنرصد الاصداء العالميه ساره اللي اتكلمت وهنت واحتفلت مع النادي الاهلي وجمهوره العظيم بالاستاد، وهنتكلم على قصه رمضان صبحي زي ما بيقولوا كده من طقطق لسلام عليكم، بس عشان الامور تبقى واضحه لكل جماهير النادي الاهلي. نبتدي مع جمهورنا ومشاهدي السادسه باهم العناوين. يلا الاهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه الانتاج بكره. فيفا يهنئ الاهلي بافتتاح الملعب الجديد. لجنه الحكام تفاضل بين عاشور ونور الدين لمباراه الاهلي والانتاج. وزير الرياضه بيرفض فكره الغاء الدوري بسبب حالات كورونا. مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على ضم ديبالا. لايبزيج يصطدم باتلتيكو مدريد اليوم في ربع نهائي دوري الابطال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. ندخل بقى في اهم اخبارنا في السادسه النهارده، بدايه طبعا وزي ما اتعودتوا نتابع مع حضراتكم اخبار تدريبات الاهلي اللي النهارده انهى تدريباته على ملعب اتيتش قبل يوم واحد استعدادا طبعا لمباراه الانتاج الحربي اللي هتكون بكره ان شاء الله اول مباراه هيستضيفها استاد الاهلي
السلام بعد انتهاء المران الحقيقة اللي بيقام حاليا على التتش. هيدخل فريق في معسكر مغلق في واحد من الفنادق طبعا، ويمكن الحقيقة خلينا نقول انه الحالة الغالبة او المسيطرة الحقيقة على لعيبة النادي الاهلي هي حالة من حالات التركيز الشديدة جدا، وده الحقيقة فرضه الجهاز الفني، لانه كل ثلاث نقط في مشوار الدوري مهمة جدا في اتجاه حسم اللقب ان شاء الله لصالح الشياطين الحمر. نروح للفيفا والحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهنأ النادي الأهلي بمناسبة افتتاح الملعب الجديد، وقال فيفا عبر تويتر: تهنينا للشياطين الحمر افتتاح الملعب الجديد. اللقطة دي عجبت جماهير النادي الأهلي قوي يا أحمد، هو الحقيقة فيفا يهنئ النادي الأهلي مش بس فيفا، هو الحقيقة ويمكن هنرصد ده في واحدة من فقراتنا النهاردة، في ردود أفعال عالمية الحقيقة، والأهلي الحقيقة ليه جمهور في كل مكان في العالم. صحيح الجزء الأهم والجزء الأغلب والقطاع الأعرض من جمهور النادي الأهلي موجود على أرض مصر، لكن ده ما يمنعش أنه الكيان ده ليه جمهور وعشاء في كل مكان في العالم. عشان كده بنقول دايما أنه اللي بيلبس تيشرت النادي الأهلي ليه حقيقة مكانة خاصة جدا عند ملايين الناس. اللي بيلبس تيشرت النادي الأهلي بيكتب تاريخ وبيتحمل مسؤولية وبيفضل عايش في ذاكرة مش بس الجيل الحالي اللي شافه وتابعه وبيشجعه، لا ده بيفضل عايش في ذاكرة أجيال جاية وجاية، وإحنا نفتكر معاكم أساطير ما زالت أساميهم عايشة معانا لغاية النهاردة. بمناسبة ماتش بكرة سارة، لجنة الحكام لسه بتفاضل ما بين عدد من الأسماء اللي هيتولوا مسؤولية المباراة بكرة، محمود عاشور وإبراهيم نور الدين، ما بين الاتنين دول هيكون واحد من الحكام. يعني هي يمكن تكون الى حد كبير علامه استفهام، يعني فكره المفاضله بين اثنين من الحكام، الاثنين الحقيقه ما فيش اي مشاكل، والاهلي عمره الحقيقه ما اعترض على فكره اسم حكم معين يتولى مسؤوليه مباراته، وبعتقد انه على نفس السياق برضو الانتاج الحربي فكره المفاضله دي يعني ممكن تبقى مش مفهومه بشكل كبير. هنرجع طبعا يا احمد لاخبارنا عن النادي الاهلي واللي اكيد بتهم جمهورنا بشكل كبير، لكن هنروح دلوقتي بس لمكالمه مهمه جدا عبر زوم مع البرتغالي بيدرو مانديز لاعب البرتغال وتوتنهام السابق. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. طيب طبعا احنا عارفين طبعا انه لشبونة في البرتغال هي اللي بتستضيف مباريات دور الثمانية لأبطال أوروبا. امبارح طبعا جمهور الكرة اللي بيتابع البطولة تابع أتلانتا وبي اس جي، والانتصار اللي حققه بي اس جي في اللحظات الأخيرة، باريس سان جيرمان لأول مرة من 25 سنة نص نهائي دوري أبطال أوروبا. أنا قلت لك إنه الفريق ده مرشح بقوة الوصول للنهائي. وأنا معاك. وأعتقد كمان إنه هو هيقابل الكسبان النهاردة من ماتش النهاردة، يعني أتلتيكو مدريد ولايبزيج. وأنا أعتقد إنه سواء كان أتلتيكو أو لايبزيج، أعتقد إنه بي اس جي عنده القدرة إن هو يوصل النهائي. إحنا عندنا ماتشات نارية، عندنا البايرن وبارسا، ده ماتش يعتبر نهائي مبكر، واللي هيكسب منهم هيلاعب الكسبان من المان سيتي وليون. وما تستهونوش بليون، لأن ليون الحقيقة عامل سيزون كويس جدا، ومطلع مين ده؟ مطلع يوفي، يعني مطلع فرقة تقيلة جدا من البطولة امبارح. يا فالمان سيتي مع ليون ماتش جامد، البارسا مع بايرن ماتش جامد، واللي هيطلع من الاثنين دول هيلعبوا بعض، وده ماتش برضو. ده كل ده احنا لسه ما وصلناش فاينل. خمس ساعات هوا ما عرفناش نشوف الماتش قوي، بس لما شفت الهايلايتس الحقيقه اداء باريس سان جيرمان كان كويس جدا. عجبني تبديلات المدرب، عجبني انه امبابي لما نزل عمل فرق كبير اكيد في الملعب. طيب خلينا نروح لبيدرو مينديز مره ثانيه، وبالمناسبه اقول لحضراتكم بيدرو مينديز مش بس كان لاعب في المنتخب البرتغالي، لكنه كمان كان بيلعب في توتنهام في انجلترا، واعتقد انه لو الذاكره ما خانتنيش يعني انه زامل احمد حسام وميدو. مينديز برحب بيك مره ثانيه في السادسه، وخليني اسالك بدايه عن اللعيبه المصريه، خصوصا انك انت لعبت مع ميدو وحسام غالي، ورايك في اداء اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي في السيزون الاخير، مو صلاح ومحمود تريزيجيه.
ابو طارد. مساء الخير. بشكرك جدا على الدعوه، انا شرف لي ان اكون موجود معاكم. اهلا وانا اعمل معاكم الحديث على قناتكم. ميدو صديق كبير ليا، هو لعيب قوي جدا من الناحيه البدنيه وكمهاجم قوي، وانا هو من احسن اللاعبين اللي عرفتهم المصريين في الفتره اللي لعبت فيها، واللاعبين الحاليين اللي في الدوري الانجليزي صلاح هو لاعب على مستوى عالمي بالامكانيات وبقدرته، ده معناه انه بيفتح المجال للاعبين المصريين يلعبوا في اهم الدوريات في العالم. اتنقل معاك لخروج اليوفي والسؤال تحديدا عن كريستيانو رونالدو. بعد خروج اليوفي سمعنا كلام كتير جدا، في بعض الريبورتس بتقول انه ان الاوان لرونالدو ان هو يعتزل، في بعض الريبورتس بتقول لا من الممكن ان هو يكمل مع اليوفي او ينتقل لفرق تانية زي العرض اللي كان مقدم او اللي سمعنا عنه من باريس سان جيرمان. في رايك ايه الافضل، افضل محطه لكريستيانو رونالدو في الفتره القادمه؟ O Ronaldo, para mim, ainda continua a ser o jogador referência a nível mundial. É uma máquina. Ronaldo é uma máquina. O Ronaldo é um mestre ali. E a verdade é que ele tem jogado nos diversos campeonatos que tem passado, que realmente é um jogador que faz a diferença. É sempre uma grande mais-valia. Foi lá, foi com o Daurete de Láfia, Ardas, Filfera de Láfia. Real Madrid. Está a prová-lo nas Juventus. Por isso acredito que ainda Ronaldo ainda tem mais uns aninhos para jogar e para provar e para ajudar a sua equipa a ganhar títulos. انه لاعب في شغله وفي لعبه ولاعب على اعلى مستوى، انما دلوقتي اذا كنا نتكلم اذا كان هيكمل لعب واذا كان هيروح دوري ثاني في الدوري الفرنسي في فريق باريس سان جيرمان، دي مش عارف اذا كان هيروح ولا يعمل ايه. بكره في نهائي مبكر بين برشلونه وبايرن ميونخ في الشامبيونز ليج، يعني رايك مين اللي فرصه اكبر للفوز في الماتش المهم ده؟ Ora bem, penso que um dos grandes favoritos já ficou pelo caminho, que é a Juventus. الفريق اللي كان مفضلين اكثر انهم يفوزوا كان اليوفنتوس. فانا شايف ان اي من الثلاث فريق ممكن فرق ممكن يكون هو بطل اوروبا. فتره توقف طويله جدا في دوريات اوروبا وفي بطوله تشامبيونز ليج، هل من وجهه نظرك انه فتره التوقف دي اثرت على مستويات اللعيبه وعلى مستويات الفرق الكبيره وعلى فرصها في انها تكمل في البطوله؟ انا شايف ان التوقف ما كانش مفيد لاي فريق. كان ليه تأثير كبير في التمرينات وفي الماتشات وفي الحالة البدنية للعيبة اللي أثرت عليهم أكيد وحسوا بيها، لكن دوري أبطال أوروبا هو في حافز كبير للاعبين فيه إن هم يكونوا أحسن وإن هم ينافسوا على اللقب. فأنا شايف إن الماتشات زي ما شفنا زي ماتش باريس سان جيرمان كان ماتش كبير، إن هيبقى في ماتشات كبيرة لغاية النهائي في البطولة. رغم انه الكره البرتغاليه قدمت نجوم كتير جدا لاكبر الفرق في الدوريات الاوروبيه، الا ان احنا بنشوف بنفيكا وسبورتنج لشبونه بعيدين عن المسابقات الاوروبيه او عن الوصول لادوار متقدمه في المسابقات الاوروبيه لفتره طويله. من وجهه نظرك ايه هي اهم الاسباب لده؟ وبورتو طبعا. احنا بنلاحظ ان في فرق كبير من الناحيه الماديه بين الفرق البرتغاليه والفرق الكبيره الاوروبيه. الفرق البرتغاليه حاليا ما تقدرش تشتري المواهب الكبيره زي ما كانت قبل كده، فالناديه البرتغاليه محتاجه للناحيه الماديه، محتاجه لفلوس اكتر.
احنا في الفتره الحاليه عندنا مدربين كويسين جدا وعندنا لاعبين كويسين ودايما بنشتغل ان احنا نتعاقد مع لاعبين كبار ان هم يساعدوا الفرقه على المستوى المحلي، لكن على المستوى الاوروبي بيكون الوضع اصعب. زي ما قلت ان في اختلاف كبير من الناحيه الماديه بين الفرق الكبيره في اوروبا اللي عندهم لاعبين كثيره جدا، وفي عمليه اسهل في التحويلات والانتقالات بين اللاعبين. في الأندية البرتغالية من ناحية تانية محتاجة تبيع لاعبتها، لأن هي بتحتاج الناحية المادية أكتر من الفرق الأوروبية الأخرى. بمناسبة أن حضرتك اتكلمت عن المدربين، احنا عندنا مانويل جوزيه من أفضل المدربين يعني في الكرة المصرية، وكان مدير الفني للنادي الأهلي. بيمثل لكم إيه في البرتغال؟ مستر مانويل جوزيه هو رجل كرة قدم، هو مدرب ليه احترام كبير في البرتغال، كسب بطولات كتير، هو بطل. واحنا دايما بنتابع هنا في مصر البطولات اللي كسبها في مصر، وهو راجل كبير كمدرب وصورة كبيرة وكل ليه احترام كبير عندنا في البرتغال. طيب، على الرغم من عدم وجود الفرق البرتغاليه في البطولات الاوروبيه او يعني انها توصل لادوار متقدمه، الا ان المنتخب البرتغالي بيعتبر من اقوى المنتخبات وقدر ان هو يفوز ببطوله امم اوروبا. من وجهه نظرك ايه هي اهم الاسباب؟ يعني ايه اللي يخلي مسابقه مش بقوه بقيه المسابقات الاوروبيه، او فرق ما بتنافسش بشكل كبير في اهم المسابقات الاوروبيه يقدر منتخبها ان هو يوصل للفوز ببطولة أمم أوروبا؟ ده كان بيتفق مع الكلام اللي قلته من شوية، إن الفرق البرتغالية ما بتقدرش تحافظ على لاعبتها لاحتياجاتهم المادية. مثلا في بورتو فيتور باي راح لتشيلسي، وفي لاعب راح لتوتنهام، وفي اللي راح انتقالات لتشيلسي وانتقالات لبرشلونه. ففي الفرق البرتغاليه نفس الوضع، اللاعبين الاساسيين بيتم انتقالهم لانديه تانية في اوروبا، وعندنا كمان لاعب بنفيكا ولاعب في بورتو راحوا على مانشستر سيتي، نونو فرنانديز في مانشستر يونايتد. في لعيبه عندنا في الانديه الاساسيه الاوروبيه، ولكن من ناحيه ثانيه عندنا منتخب قوي جدا، لان عندنا لعيبه متطوره جدا. حضرتك اكيد بيتم استدعائهم للمنتخب، فمن ناحيه ديت المنتخب البرتغالي من اقوى المنتخبات في العالم. طيب، زي ما قلت انه محمد صلاح من افضل اللعيبه في العالم، وتشيزيجيه فارق جدا مع فرقته، شايف ايه اللي بينقص اللاعب المصري علشان يحترف بره في اكبر الدوريات في اوروبا؟ عشان أكون صريح، أنا ما أعرفش قوي اللاعبين المصريين وطريقة لعبهم الفنية والبدنية وطريقة تدريبهم. احنا مثلا عندنا في البرتغال عندنا قطاع الناشئين قطاع قوي، ومنتخبات الناشئين منتخبات قويه من سنه 12 سنه لغايه الفريق الاساسيه في ناشئه قويه وفي شغل قوي. فانا شايف ان اللاعبين المصريين عشان يشتركوا في الدوريات الاوروبيه لازم يكون دي شغل الناشئين معهم بقوه من البدايه، من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه، لتجهيز اللاعبين مش بس انهم يلعبوا في مصر، انما يلعبوا في العالم كمان في احتراف. خليني ارجع معاك للتشامبيونز ليج. فمش فولتارا فضلت الفرقتين تتوقع ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه، ومين الفرقه اللي بتشوف انت او بتمني انها تحمل بطوله دوري ابطال اوروبا السنه دي؟ انا شايف ان اكتر هيبقى مانشستر سيتي. مانشستر سيتي، انا بشكرك شكرا جزيلا. بيدرو مينديز لاعب منتخب البرتغال ولاعب نادي توتنهام السابق، على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي في السادسة.
نرجع لأخبارنا المحلية. نرجع لأخبار. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي في مصر أمر طبيعي جدا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتوزيعها على الأندية والتشديد على ضرورة الالتزام بها، وأبدى طبعا اندهاشه من مطالب البعض بإلغاء الدوري. وكان في سؤال كده زي سؤال استنكاري أنه لو تم إلغاء الموسم الجاري بسبب كورونا إمتى هيقام الموسم الجديد؟ هل الموسم اللي جاي لو انطلق في سبتمبر هيبقى كده من غير كورونا؟ ده اللي وزير الرياضة قاله، وأضاف كمان أن الحالات الإيجابية اللي ظهرت مؤخرا في الأندية مشكلة بتتحملها الأندية اللي ما التزمتش بالتعليمات والإجراءات الطبية. قال كمان أنه لا يمكن إلغاء الدوري العام بسبب ظهور حالات في نادي أو اتنين، خاصة أن باقي الأندية ملتزمة بالإجراءات وما فيهاش أي حالات. ورفض كمان فكرة إلغاء الدوري بسبب الحالات الأخيرة اللي ظهرت في نادي أو أكتر من نادي أو اتنين في الدوري. إحنا ما عندناش، هو الإنتاج والمصري دول اللي ظهر فيهم، وللأسف شديد ظهرت فيهم أو ظهر فيهم مش حالة أو اتنين، ظهر فيهم عدد كبير من الحالات. يعني بفتكر أنه الإنتاج الأول كان 18 حالة والمصري 12 لعيبة وأربعة جهاز. وطبعا نتمنى قبل أي شيء وقبل ما نتكلم في الدوري والمسابقة والمنافسة نتمنى السلامة للجميع، محدش يعني يرضى أبدا طبعا أنه حد، خصوصا أن الفيروس ده يعني فيروس عنيف. لكن في النهاية، وأنا بيتهيألي ده واحد من المحاور لازم تناقشيها النهاردة مع الأستاذ لطفي السعان ضيفنا في السادسة، هي فكرة طب ماذا لو اتلغى الدوري؟ ايه العواقب او ايه الكلفة اللي هتتحملها الأندية وتحملها المنتخب وتحملها الرعاة في حالة إلغاء مسابقة الدوري العام؟ نروح مع حضراتكم لتقرير صحفي، تقرير صحفي إيطالي تحديدا من صحيفة شهيرة جدا اسمها توتو سبورت. النهاردة قالت انه السيتي أبدى هو كمان رغبته في دخول سباق التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم اليوفي في الصيف الحالي. وزي ما كنا قلنا لحضراتكم أنا وسارة قبل كده في السادسة أنه كان في رغبة ومطالبة بالفعل حصلت من ريال مدريد في تدعيم هجومه بديبالا، خصوصا بعد ما صفقة البلجيكي أدن هازارد ما قدمتش المستويات أو ما وصلتش للمطلوب والمتوقع منه في السيزون اللي قضى. بحسب نفس الصحيفة فإن بيع باولو ديبالا الصيف ده ممكن يحصل، وفي موافقة ممكن تكون محتملة من اليوفي، لكن الصحيفة أكدت في الوقت نفسه على أنه اللاعب لسه على رادار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ونفس الأمر كمان بالنسبة لبيبي جوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وقالت الصحيفة أنه فكرة بيع ديبالا مش هتكون سهلة على الإطلاق من ناحية المادية، يعني أي فريق عنده الرغبة في انه يحوز على خدمات ديبالا واحد من اكثر النجوم المتالقه في السيزون الاخير، مش بس السيزون الاخير، مواسم اكثر من موسم فاتوا الحقيقه، قالوا انه في حاله موافقه اليوفي هيكون المقابل المادي للتفريط في نجم بحجم ديبالا مقابل مادي كبير جدا. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا، وزي ما قلنا في الاول انه لسه في كلام كتير قوي عن الاستاد وفرحتنا بيه وعن رمضان صبحي وعن دوري ابطال افريقيا، بس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. مش بس احنا اللي احتفلنا امبارح، لا الحقيقه العالم كله احتفل مع النادي الاهلي بافتتاح ملعبه الجديد بالامس، وده بياكد انه المسيره مستمر. مهم جدا وانا بتكلم مع حضراتكم اوضح لكم بعض التفاصيل المتعلقه بقصه رمضان صبحي عشان الامور تبقى واضحه للنادي. الهدف مش ان احنا نوصل رساله لحد او نتكلم مع حد، لكن مهم انه الجمهور يعرف بشكل واضح وصريح تطورات الموضوع من اوله لاخره. والموضوع ابتدى الحقيقه من شهر ابريل اللي فات تحديدا، يعني من شهر ابريل بدا النادي الاهلي في المفاوضات مع هادرسفيلد النادي اللي معاه بطاقه رمضان واللي بيلعب رمضان للاهلي على سبيل الاعاره منه الفتره الاخيره. المفاوضات توقفت في البدايه، وهادرسفيلد كان الرد بتاعه واضح وصريح انه في ازمه كورونا مجتاحه العالم واحنا مش عارفين الدنيا رايحه لفين ومش عارفين الكره هترجع ولا مش هترجع. استمرت المفاوضات بين الاهلي وهادرسفيلد بعد ما اكد اللاعب رغبته في اللعب للنادي الاهلي، يعني الاهلي لم يقوم بالتفاوض مع هادرسفيلد الا بعد ما تاكد من رغبه اللاعب في اللعب للنادي الاهلي. واستمرت المفاوضات من ابريل لغايه لما تم التوصل، واحنا يمكن قلنا لحضراتكم انه خلال ساعات من الكلام ده من ثلاث او اربع حلقات، خلال ساعات هيتم حسم الامور بشكل نهائي، وده اللي تم بالفعل ما بين الاهلي وهادرسفيلد.
يعني الاتفاق اللي حصل بين الاهلي وهدرسفيلد ايا كان المقابل المالي بقى اللي اتفقنا عليه في النهايه، هدرسفيلد كان وصل في النهايه انه طالب 4 مليون ووقف عندها، الاهلي يمكن وصل او نجح انه يكسر الرقم ده بحاجه بسيطه، لكن تم الاتفاق مع هدرسفيلد انه في مقابل مادي هيدفع في سبيل الحصول على بطاقه رمضان صبحي. وهنا بدات القصه مع اللاعب اللي طلب منه الاهلي انه يبلغ هدرسفيلد تاون برغبته في اللعب للنادي الاهلي، وده حصل على مدار جلسه كان فيها حجه انه هفكر هشوف هعمل جلسه واثنين وثلاثه لغايه لما اعلن اللاعب وزي ما قلنا لحضراتكم عن رغبته في اللعب لنادي بيراميدز. باختصار شديد جدا ممكن اقول لحضراتكم كده الاهلي بمن حضر نقطه ومن اول السطر، ومفيش داعي ان احنا نخوض فيه تفاصيل، لكن انا عايز افكر جمهور الاهلي انه الاهلي كان فيه اسماء عظيمه جدا واساطير كبيره جدا من اول التتش لصالح سليم للخطيب لغيرهم وغيرهم وغيرهم، منهم اللي اعتزل ومنهم اللي ساب النادي ومنهم اللي باع الجمهور. لا الاهلي بطل يفوز ولا البطولات بطلنا نحصل عليها، الاهلي ما بيقفش على حد والاهلي فوق الجميع. الموضوع في الاول والاخر اختيار، وكل انسان حر في النهايه في اختياراته، في حد ممكن يختار الفلوس، في حد تاني ممكن يختار الكيان، هو باكج كل واحد بيحسبها حسبته. في ناس بتبص تحت رجليها النهارده وفي ناس باصه ل 10 و20 و30 سنه قدام، وكل واحد في النهايه هو واختياره ويتحمل مسؤوليه قراره ويتحمل ايضا مسؤوليه اختياره. بس خليكم فاكرين دايما، وعندنا نماذج كتير انا مش عايز اذكر اسماء، ثابت النادي الاهلي وتركت الكيان ده ورجعت دفعت ثمن غالي قوي، وصدقوني الفلوس ما بتعملش انسان. يعني في ناس ممكن تختار الفلوس في لحظه معينه وهي فاكره انها حصلت على كل شيء، لكن ابدا الفلوس مش ممكن تعمل بني ادم. وخليني اقول لحضراتكم مؤكد مره تانية انه الاهلي ليه فلسفه. احنا بنتكلم على فريق عظيم جدا بطولاته في كل مش بتكلم على كوره بس، بتكلم على مختلف الرياضات، بتكلم على بطولات مستمره من اول ما نشا النادي لغايه النهارده. الاهلي ليه فلسفه مهمه جدا وليه قيم ومبادئ حريص جدا انه يحافظ عليها. الاهلي ما بيحافظش على لعيب، وارجو ان الكلمه دي تبقى واضحه لحضراتكم، الاهلي النادي الاهلي ما بيحافظش على لعيب، النادي الاهلي بيحافظ على فريق وشتان. هل تتخيلوا حضراتكم انه الاهلي مش ممكن يدفع؟ يعني هل تتخيلوا حضراتكم انه لو الاهلي عايز لعيب، ما احنا عندنا كان اكتر من صفقه الحقيقه كان الاهلي مهتم بيها وشايف انها ممكن تمثل اضافه للفريق، وفي بعض الاوقات كنا بنشوف مراكز معينه بعينها محتاجه دعم، محتاجه تدعيم، وكان في لعيبه كويسه جدا، وكان ممكن الاهلي يدفع بمنتهى السهوله، المشكله او المبدا مش مبدا متعلق بالماده. الفكره انه الاهلي بيحافظ على فرقته. وده الهدف الاهم وده الهدف الاسمى. نروح مع حضراتكم بقى الحقيقه لمراسلنا شريف شعبان، بالمناسبه كابتن خطيب النهارده كان حاضر تمرين الفرقه. في استعداد طبعا الاهلي لمباراه الانتاج الحربي، والموضوع مش موضوع لمباراه الانتاج، الموضوع موضوع مشوار، الفرقه ممكن تكون محتاجه دعم، وده دور دايما المسؤولين في النادي الاهلي وعلى راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من مراسلنا شريف شعبان في النادي الاهلي. يا شريف مساء الخير. مساء الخير شريف، ويا ريت تشرح كده يا زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وابدا زي ما ختمت، ويبقى الاهلي فوق الجميع. يمكن من ملعب مختار التتش، الملعب العظيم، الملعب التاريخي للنادي الاهلي، وتفاصيل تمرين اليوم النهارده تمرين تكتيك اكتر منه بدني، ولكن كان بحضور الاسطوره رئيس مجلس الاداره الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب اللي حضر واتفرج على جزء كبير من مران اليوم، وكان يمكن اما جم سلموا عليه طبعا الجهاز الفني وقف مع مستر فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ حوالي 5 دقائق اتكلموا فيها طبعا عن مباراه الغد. باذن الله باذن الله يكون الفوز بكره حليف النادي الاهلي. يمكن الاهلي اتمرن في الخامسه والنصف، وكان فايلر مركز على ال 20 لاعب اللي هيكونوا موجودين معاه في القائمه. لو حبيت اقولهم لك يمكن خاص وحصر طبعا لشاشه نادينا، شاشه قناه النادي الاهلي، يمكن في حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، يمكن في خط الدفاع محمود متولي، رامي ربيعه، محمد هاني، احمد فتحي السوليه، حمدي فتحي، ديانج قفشه، محمود وحيد، معلول فخري اللاعب الناشئ، اجاييه جيلاردو، وليد سليمان، مرام محسن بدجي، ومحمد شكر ايضا اللاعب الناشئ.
يمكن دي قائمه ال 20 اللي هتكون موجوده بكره باذن الله. يمكن بعد قليل بعد تغييرهم لملابسهم هيتجهوا الى فندق الاقامه، يمكن زي ما احنا شايفين في الكادر لو زميلي حسام طبعا مخرجنا محمد دكروري يمكن يلفوا معايا ويفرجوا لمشاهدينك طبعا على الكادر الان لاعبي النادي الاهلي يمكن بيخرجوا من غرفه الملابس وبيتجهوا الى الحافله. وخليني اقول لك طبقا للاجراءات الاحترازيه الاهلي بيستعين باوتوبيسين او بحافلتين، يمكن حافله للاعبي النادي الاهلي وحافله ايضا للجهاز الفني. وزي ما قلت لك كان في حضور مميز طبعا للكابتن محمود الخطيب اللي اتفرج على جزء كبير جدا من تمرين اليوم، قلب حماس لاعبي النادي الاهلي. وفايلر النهارده كان مركز على التشكيله اللي هيلعب بيها بكره، على الجمل اللي هيلعب اللي هتنفذ بكره، على كور الثابته. وما شاء الله النهارده لاعبي النادي الاهلي نفذوها بكل اقتدار. يا رب باذن الله بكره يكون يوم سعيد للنادي الاهلي وباذن الله يقدر يحصدوا على 3 نقاط تضاف الى السجل او في الترتيب الاول عشان يقترب خطوه مهمه جدا من تحقيق لقبه المفضل اليه. لو في اي سؤال زميلي احمد انا معاك. بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا شريف شعبان من ملعب التتش، دي اخر التطورات الخاصه او اخر التفاصيل الخاصه بتمرينه النادي الاهلي. وقلت لحضراتكم كابتن محمود خطيب النهارده زار اللعيبه واتكلم معاهم، والحقيقه يمكن الدعم المعنوي في التوقيت ده مهم جدا، والفريق مقبل على بطوله مهمه جدا هي البطوله المفضله ليه، طبعا بطوله الامم الافريقيه، ومحتاج النوع ده من المسانده والدعم. وده مش غريب دايما على قيادات النادي الاهلي اللي بتكون حاضره في كل المواقف. خليني اقول لحضراتكم انه بكره طبعا ان شاء الله المباراه الرسميه الاولى للنادي الاهلي على ملعب الانتاج الحربي، هتشوفوا قصه تانية. يعني امبارح طبعا تابعنا احتفال كان اكتر من رائع، وجود شخصيات مهمه، فكره بس انه الاهلي يبقى عنده الاستاد بتاعه والملعب بتاعه. واحنا يمكن شرحنا لكل اللي تابعونا امبارح انه جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اول ما ابواب الاستاد تفتح لاستقبال الجمهور هيعيش تجربه زي اللي موجوده في اوروبا. هنشوف فكره مختلفه تماما عن اي مره رحنا فيها زرنا او دخلنا ملعب كوره نتابع ماتش. هنشوف حاجه على اعلى مستوى، هنشوف راحه، هنشوف كل الامكانيات متاحه داخل الاستاد من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الابهار. هتشوفوا الصوره بتشوفوها من داخل الملعب لاول مره، ومش بس اللي هيروح، حتى اللي هيتابع المباريات كمان من خلال الشاشات هيشوف نقل مختلف تماما. واتمنى ان شاء الله انه ضربه البدايه بكره مع الانتاج الحربي كمان مع فوز النادي الاهلي بالماتش ان شاء الله اللي يضمن له 3 نقط يكون كمان بيقدم لجمهوره اللي هيتابعه من خلال الشاشه عرض محترم. الموضوع كمان الحقيقه مرتبط باستفادات على كل المستويات. يعني احنا شرحنا الناحيه الاستثماريه امبارح لحضراتكم، وقلنا ان كل الاطراف الحقيقه سواء كنا بنتكلم على النادي الاهلي او الراعي شركه المصريه اتصالات، شركه وي، او حتى الانتاج الحربي واستاد السلام، كلهم الحقيقه حققوا مكاسب كبيره جدا. يمكن نستعرضها مع حضراتكم في بعض التفاصيل، لكن خليني اروح مع حضراتكم لبعض العناوين اللي اتنشرت. واحنا يمكن ابتدينا الحلقه النهارده بتهنئه من الفيفا للنادي الاهلي على افتتاح الاستاد الجديد. في الحقيقه افريكا توب سبورتس نشرت عنوان كتبت فيه ملعب جديد للاهلي. ده احد المواقع الافريقيه المتخصصه الحقيقه اللي قالت في واحد من الاخبار المنشوره على الموقع انه النادي الاهلي افتتح ملعبه الجديد في القاهره امبارح عشان يلعب الفريق الاول لكره القدم مبارياته على استاد الاهلي والسلام للسنوات ال 25 اللي جايه. والحقيقه كمان انه الاهلي كان اتعود انه استاد القاهره هو اللي يستضيف ماتشاته قبل كده، قرر انه يتنقل بالملعب لاستاد السلام. واتكلم على الماتش الاستعراضي اللي احنا تابعناه، والحقيقه احنا يمكن شفنا امبارح عدد كبير جدا من النجوم، كل دول كانوا بيمثلوا النادي الاهلي في يوم من الايام، وكل دول كان كل واحد منهم الحقيقه يشيل فريق، وكل دول اعتزلوا، لكن الاهلي الحقيقه استمرت مسيرته وما تاثرتش، وعمرها ما اعتقد انها ممكن تتاثر بغياب اي نجم ايا كان حجمه. خليني اقول لحضراتكم بالمناسبه دي انه الفتره اللي جايه عندنا الحقيقه وبيتهيألي ده هيفرق كتير وهتشوفوه في الملعب مساحه اكبر لكل النجوم اللي موجود. الاهلي الحقيقه قائمته مليانه بالنجوم، وكل نجم منهم الحقيقه يشيل فرقه في مساحه موجوده، واعتقد ان ده هيساعدهم بشكل كبير جدا على التالق. عندنا صفقات مهمه جدا زي طاهر محمد طاهر، عندنا اولاد بياخدوا خبره وتجربه بره، انا شايف انه ودي وجهه نظر شخصيه يعني انا اتحمل مسؤوليتها، عندهم كوره افضل بكتير جدا من ناس تانية. ولد زي احمد حمدي انا شايف ده مستقبل الكره مش بس في الاهلي كمان في مصر. الولد ده بس يقرص على نفسه شويتين
صالح لو عرس، وصالح انا عارف الحقيقه كل الاخبار والدوائر اللي حواليه بتقول انه مركز بشكل كبير جدا، فان شاء الله باذن الله دايما القادم افضل بالنسبه للاهلي. نروح لاكسيو ديلي، الحقيقه نشرت عنوان انه الاهلي استلم بالفعل ملعبه الجديد، وقالت انه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولات المحليه في مصر وفي القاره السمراء، بيامل كمان في الانتهاء من تاسيس ملعبه او انشاء ملعبه الخاص به مع نهايه عقد الايجار او عقد حق الانتفاع اللي هو بيستمر لمده 25 سنه، ولغايه ده ما يحصل هيتم تغيير ملعب او استاد السلام الى استاد الاهلي، وهتكون اول مباراه اللي هتقام بكره زي ما قلنا لحضراتكم ان شاء الله على الملعب الجديد ضد الانتاج الحربي. بالنسبه مثلا للخليج الاماراتيه نشرت عنوان كتبت فيه انه الاهلي المصري بيتسلم ملعبه الجديد في احتفاليه تاريخيه. الصحيفه اشارت كمان انه النادي الاهلي اقام احتفاليه كبيره جدا على ارضيه استاد السلام اللي تحول لاستاد الاهلي طبعا بعد الاتفاق بشكل رسمي مع شركه استادات القابضه، وتم توقيع الاتفاق في وقت سابق بين الطرفين، والحقيقه اتكلمت بشكل كبير او رصدت تفاصيل الاحتفاليه اللي كانت بحضور طبعا رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره بالاضافه لرئيس شركه استادات الاستاذ محمد كامل. والاهلي الحقيقه يمكن انهى المرحله الاولى من الترتيبات الخاصه بتجهيز استاد السلام اللي بتضم بقى عدد من اعمال التطوير، منها غرفه الملابس، تغيير كل اللوحات الارشاديه حوالين الملعب، تم تركيب كمان شاشات تلفزيونيه جنب مدرجات الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. المرحله الثانيه يمكن هتضم كمان تجهيز عدد من الملاعب الفرعيه، وزي ما قلنا لحضراتكم كمان هيكون في متحف خاص بالاهلي وغرف واماكن خاصه بالناشئين. نشوف بقى ونسمع راي الجمهور الاهلاوي. الحقيقه ردود الافعال امبارح على افتتاح استاد الاهلي كانت عالميه على السوشيال ميديا، كاميرا السادسه كانت موجوده الحقيقه مع الجمهور الاهلاوي في كل مكان، حبينا نسمع منهم ونشوف ردود افعالهم. هنشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة بعد الفاصل. النادي الأهلي نادي عريق على مر العصور والزمان، وخرج نجوم في الكرة وفي جميع الألعاب الرياضية، حاجة مشرفة جدا. كنت مستني من زمان وأنا كل فخر، كل فخر ان فتح حاجه زي كده بالنسبه لي، بس الود وجه ينفتح للجمهور بقى. حاجه محترمه جدا، الاهلي نجح ان هو ياخده 25 سنه، وبعد 10 سنين طبعا نحط الاسم الشعار بتاعنا عليه واسمنا عليه. حاجه شيك جدا امبارح وبيتفتح بصراحه، الاداره ما قصرتش خالص. طبعا دي حاجه جميله جدا ان يكون يعني الانديه ليها نوادي خاصه او استاد خاص بيها، ده طبعا بيسري الرياضه في مصر بشكل عام. فرحه كبيره جدا، والنادي الاهلي دايما سباق في اي حاجه، يعني نادي جديد ويعني في كل حاجه، وطبعا اداره النادي الاهلي بصراحه بقت مهتمه بموضوع النادي ده، وده كان شيء لازم كان يتعامل من سنين. النادي الاهلي ما يقلش اي اهميه عن اي نادي في اوروبا، اللي هو يبقى ليه استاد، دي كان المفروض يبقى ليه استاد من زمان قوي مش من دلوقتي. هو افتتاح النادي امبارح جميل، وحاجه تكنولوجيا عاليه، تكنولوجيا حديثه، النادي الاهلي ده نادي الشعب، الفقير قبل الغني، ويمكن الفقير اكتر من الغني. احنا ما بنروحش النادي الاهلي، بس احنا بنشوف متوشة عالميه للنادي الاهلي احسن من اي فرقه تانية في الدوري. اكيد كنا مبسوطين جدا كلنا، ودي خطوه جميله جدا، ونتمنى للنادي التوفيق في كل اللي جاي. برحب بحضراتكم من جديد، والحقيقه الفقره دي هتكون مميزه جدا، فيها كلام كتير قوي عن استاد الاهلي والسلام ودوري ابطال افريقيا وكمان الدوري المصري. لكن في الحقيقه في البدايه بس عايزه اقول حاجه قبل ما نقفل الموضوع رمضان صبحي تماما. اللي وصل له رمضان صبحي دلوقتي والفلوس اللي اتعرضت عليه دي هي نتاج مجهود كبير قوي من النادي الاهلي.
من بداية قطاع الناشئين لحد وصول الفريق الأول، مجهود مدربين النادي الأهلي، مجهود إدارة النادي الأهلي، والاسم اللي عمله رمضان صبحي دلوقتي والنجومية اللي هي فيها دي اللي هو فيها دي هي الحقيقة صناعة جماهير النادي الأهلي. هم اللي سندوه، هم اللي وقفوا جنبه، هم اللي وقفوا في ظهره، وهم اللي تنبأوا له بمستقبل كبير قوي من وهو في الناشئين. وخلاص هي الحياة اختيارات، وهو اختار طريقه واختار يكمل فين، لكن الأهلي ما بيقفش على حد، وده اللي أثبتته السنين والأيام. الأهلي ما بيقفش على حد، أسامي كبيرة قوي اعتزلت، نجوم كتير قوي مشيوا، والأهلي فضل مكمل، مكمل في الانتصارات، مكمل في الإنجازات. والحقيقة أن راد فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على الموضوع كان كويس جدا، أنه رمضان كان غايب بقاله فترة والأهلي كان مكمل وانتصارات وإنجازات وما تأثرش، وقال إن الأهلي ما تأثرش ومش هيتأثر برحيل رمضان صبحي، لأنه بيعتمد على سياسة إن الفريق هو النجم، مش سياسة النجم الواحد. ما عندوش نجم في الفريق، فريق النادي الأهلي هو النجم، وجمهور النادي الأهلي هو النجم. فالحقيقة يعني ده اللي كنا عايزين نقوله في موضوع رمضان صبحي. قبل ما رحب بالناقد الرياضي أستاذ لطفي استعان، ورحب بيك يا فندم في برنامج السادسة. أهلا بحضرتك. عايزين بقى نتكلم يا فندم على عندك تعليق الأول على موضوع رمضان صبحي؟ أنا هتكلم أكيد. يعني هو أنا مسألة الاحتراف ما بتعترفش بلغة العواطف. لغة العواطف الوحيد اللي بيتمتع بيها وبيحفظها جيداً ويجدها 100% هو الجمهور، لأن هو المنتمي الوحيد إلى راية النادي. فالجمهور في كل مكان هو المنتمي، هو اللي عنده انتماء، لأن هو بيحب بهواية مش باحتراف، إنما اللاعب محترف. فأيا كان موقف رمضان صبحي هي نقطة، وزي ما تعودنا في النادي الأهلي يبقى نقطة ومن أول السطر. بس يمكن خلاص. برضو يا أستاذ لطفي أنه عشمهم في اللاعب لما قال كذا مرة، عشم الجمهور أن أنا لما ألعب في مصر مش هلعب غير للأهلي، بيبقى عشم بين الجمهور واللاعب يا أستاذ لطفي. الاحتراف برضو ما بيعترفش بالعواطف، ربما بيقول الكلام ده في إطار نوع من التعاطف، في لحظة هو متعاطف فيها مع الجمهور، شايف خلينا فعلا نتفق أنه لكن لا ننسى نحن كنقاد، ولا ينسى الجمهور، ولا ينسى المسؤولون، عندما كان رمضان صبحي جليس دكة الاحتياطي في إنجلترا لا يلعب، وربما كان خارج دكة الاحتياطي في إنجلترا، ولكن كان النادي الأهلي بوابته لإعادة تأهيله مرة أخرى وعودته إلى اسمه ثم قيادته المنتخب مصر في التأهل لأولمبياد طوكيو، ونجاحه في الفوز ببطولة أفريقيا وقتها وقيادة المنتخب مصر بشكل مثالي لولا النادي الأهلي ما كان رمضان صبحي في هذه المرتبة. ومع ذلك أنا لا أحب البكاء على اللبن المسكوب، قضي الأمر وانتهى، وباحترافية شديدة ربنا يوفقه في المكان اللي هو رايحه، بس بنشوف الفرقة هتكمل على إيه ونبدأ ناخد خطوة إيجابية. لكن لازم أقفل موضوع رمضان صبحي وأبدأ صفحة جديدة تماما ليس لها علاقة بأي لاعب في النادي الأهلي، ومش عشان رمضان صبحي فقط، عشان أنا داخل عندي دوري بلعب بنافس عليه، عندي أفريقيا فيها مطبات كتيرة جدا فلازم أكون مركز فيها بشكل كبير جدا، مش هقعد كل شوية أقول رمضان مشي وسابنا، لا، عايز أقفل الملف تماما وأبدأ أركز محليا ثم إفريقيا ثم ما يترتب على إفريقيا بعد كده. فعلا الموضوع ده تقفل تماما خلاص، والأهلي ما بيقفش على حد. نروح بقى لافتتاح بقى ملعب الأهلي مبارح يا فندم، عايز أعرف رأي حضرتك. الأهلي دلوقتي خلاص ليه ملعب، الأهلي بي السلام هيبقى كل مبارياته عليه، برضو مباريات الإنتاج الحربي هتبقى على الملعب ده، وأي نادي تاني عايز يلعب على الملعب ده هياخد موافقة النادي الأهلي والإدارة. مفيش شك أن الأندية في مصر صعب أنها تبني استادات، صعب لكن مش مستحيل، لان بتكلف مليارات. فعشان نقول النهارده ان احنا هاخد وقت عشان ابني استاد، فبدات ان انا اخد نادي، اخد استاد العب عليه، حق انتفاع ايا كان المسمى، لكن في النهايه عندي استاد هو خاص بالنادي، بقدر العب عليه، بقدر احقق من وراه كل اهداف النادي، خصوصا ان انا عندي دايما
مباريات متلاحقة، بطولات مختلفة، قوام المنتخب الأساسي من عندي، فأمر طبيعي أن أنا بأمثل أهمية قصوى للمنتخبات، مش الأول بس، الأول والأولمبي والشباب، فأمر طبيعي أن أنا لازم اللاعبين يكون متعودين على ملعب معين، شايف بياخدوا نوع من الثقة بالنفس في الملعب ده، مش كل شوية بيبقى عندهم ملعب مختلف، مش كل الأندية عندها ملاعب استادات أقصد يعني، لكن دي خطوة كبيرة جدا. هتأثر ازاي على اللاعبين والجهاز الفني؟ أنا ما بيبقى موجود في ملعبه خلاص، هو حفظ المسافات، حفظ المساحات، حفظ الدنيا خلاص. المدرب نفسه بيبقى واخد باله قوي المساحات هنا بتبقى عاملة ازاي، اللعيب بياخد راحته ازاي، هل مثلا في مشاكل في الملعب هنا، هل بتخليه يلعب اللاعب ما بيقدرش يلعب، طب بيبقى محتاج ايه عشان يكمله، لا كله بيبقى فيها ارتياح، سواء الدكتور كمان، لان لو الملعب مش كويس طب ما هيبقى فيه اصابات كتيره، فده بيتاثر برضو على طبيب الفريق، وبتاثر على اللعيبه، وبتاثر على المدير الفني، هي حلقه متكامله. فشايف ان خطوه رائعه، اتمنى ان يبقى في تنوع في دي للانديه في مصر، لان دايما من يوم موعينا على شغلنا واحنا شايفين ان الاهلي دايما بياخد الخطوه الاولى وتتبعه باقي الانديه في بعد ذلك، فنتمنى ان يبقى في خطوه تانيه لباقي الانديه برضو، نشوف حاله من الاستقرار الفني عند اللاعبين والاجهزه والاداره والجمهور، ونشوف نموذج جديد. الاحتفاليه عجبت الجمهور جدا، الفيفا كان سعيد بهذه الافتتاحيه، اللوكر رومز والمدخل والاستاد، يعني حاجه شبه فعلا التقنيات الحديثه المزوده في الاستاد، حاجه فعلا زي الملاعب اللي بره في اوروبا. يعني خطوه شركه استادات قامت بيها بصراحه، يعني نقلت نقله جديده في الملاعب المصريه، شركه وي قدمت شكل جديد ربما كنا بنشوفه بره بشكل اكتر من الداخل، لكن لما نشوف ده في مصر ده يطمعنا في حاجات تانية كتيرة خلاص، طالما عندنا عقول بتفكر بهذا الشكل، طالما عندنا شباب مجتهد بهذه العقلية وبهذا الحماس وبهذا الفكر، طب ليه لا، طب انا بالعكس ده انا ابقى طموح بعد كده ان يبقى فيه انتاج اكتر في مسألة الاستادات، خصوصا ان شركة استادات معاها استادات تانية كتير في المحافظات، ومعاها كمان فروع النادي الاهلي في الصعيد، فامر طبيعي جدا في دي نقلة جديدة اعتقد انها مفيدة جدا وهتفيد الاندية بشكل كبير جدا في المستقبل. هاخد من كلام حضرتك يعني رأيك بقى في مقولة ان الاهلي دايما سباق في تطبيق الفكر الاوروبي بالكرة المصرية. في شك، هو طول عمره يعني، انا حتى في بداية كلامه قلت حضرتك الأهلي بياخد الخطوة الأولى وتتبعه باقي الأندية بعد ذلك. ودي مهمة الكبير دايما في أي منطقة، إن هو يعني بياخد، مفيش أكبر بيقود من النادي الأهلي في أفريقيا كلها طبعا، بيقود المنظومة، فبالتالي بتسير وراءه باقي الأندية فيما بعد. مهم جدا إن يبقى النادي الأهلي بينقل جمهوره لهذه المحطة، لأن جمهوره يستحق منه ده، ينقل لعيبته لمحطة تانية، خصوصا ان انا بمر بمرحله عندي لعيبه لسه جايه جديد برضو بتلعب في النادي الاهلي بقى لها سنه بقى لها اتنين، ما تدركش هذه القيمه بمعناها الحقيقي، ما تدركش تقل الفانيلا الحمراء شكله ايه، فمهم جدا ان اللعيبه دي تستوعب ايه هي الفانيلا الحمراء، لان ما عشان نقعد نتكلم عن الفانيلا الحمراء احنا هناخد وقت طويل جدا، هياخد ايام وسنين عشان نعرف الناس ايه هذه القيمه يعني. فمهم ان اللعيبه الصغيرين يبقوا مدركين يعني ايه الفانيلا الحمراء. اللعيب اللي بيبقى جاي من انديه داخليه او انديه خارجيه من القاره، سمعه الاهلي في القاره الافريقيه عاليه جدا، فبالتالي اي حد جاي من افريقيا يستوعب تماما هو راح فين. لاعبي الأندية الأخرى من الداخل يعلم جيدا النادي الأهلي، لكن لا يعلم النظام داخل النادي الأهلي، هي دي محور الخلاف، إن هو يبقى أنا راح النادي الأهلي، لكن ليس النادي الأهلي ككل الأندية، إن هناك منظومة من يخرج عنها ينتهي. يعني في وجهة نظر حضرتك إيه الاختلاف بين النادي الأهلي وأي نادي تاني؟ لا موضوع تاني،
اصل عايز اعرف رايك. اه هقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك في سيستم النادي الاهلي ماشي عليه طول عمره، واحنا احنا كمان اتعلمنا من مواقف رؤساء السابقين والحاليين مواقف كتيره جدا، مواقف كتيره اللي هي بتعلم الناس يعني ايه ان انا مش رئيس النادي الاهلي طول الوقت. يعني انا اتذكر موقف الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه، احدى العضوات بتساله انا عندي مشكله وعايز احلها. قال لها حضرتك انا رئيس مجلس اداره في طاوله الاجتماعات فقط، في غرفه الاجتماعات انا رئيس مجلس اداره. انا مع حضرتك دلوقتي انا عضو جمعيه عموميه زيك. المسؤول كان ايامها كان المهندس عادل القيعي، كان هو مدير التنفيذي للنادي الاهلي في الفتره دي. المهندس عادل القيعي حل المشكله لحضرتك، لو ما حلش المشكله حضرتك تيجي لنا كمجلس اداره احلها لك. ده درس في الإدارة اللي هو النهاردة عندي مدير تنفيذي هو الذي يدير، هو صاحب المسؤولية. ما ينفعش إن أنا كعضو أو رئيس نادي أو كعضو مجلس إن أنا أتدخل في شؤونه، لأن كده فقدت أهم صفات المدير إنه يكون بياخد قرار. فخلاص مش هياخد قرار، فكده النادي وقع. فدي قوة بيديها النادي الأهلي لأي حد بيشتغل فيه، فدي مش موجوده في اي مكان تاني. ده غير القيم والمبادئ ايا كانت القيم والمبادئ اللي موجوده، لان دي امور متوارثه. هي برضو ليست وليده اليوم، لكنها أكيد. متوارثه منذ زمن طويل. تتنامى بمرور الوقت. تتنامى لان مواقف كتيره حصلت في فترات طويله كان ليها افكار مختلفه. كان ليها افكار مختلفه تماما. ويعني والشيء بالشيء يذكر، لما توفى الكابتن صالح سليم وخرجت الجثمان من النادي الاهلي، لما توفى الكابتن ثابت البطل كانت هناك قصه هو ان يخرج الكابتن ثابت البطل من النادي الاهلي. فهنا كان في صوت عقلاني جدا، قال يا جماعه طب احنا كده كل واحد لو توفاه الله يبقى لازم يخرج من النادي. هي دي كانت وصيه الكابتن صالح وتحققت، وفيما عدا ذلك انتهى الامر. عشان ما افتحش، وده كان عين الصواب. هل معنى ذلك ان هم ما كانوش حابين ثابت؟ بالعكس، كان ثابت البطل رمز من رموز الاهلي المحترمه جدا. ثابت البطل عطاء وتفاني حتى اللحظات الاخيره اللي عاشها. لكن في النهايه في ارساء للقواعد مهم جدا، في ارساء لنظام مهم جدا، بعيدا عن العواطف اللي انا بدات بيها كلامي. لان لما بيقعدوا على الترابيزه في كلام ومفردات لابد انها تعبر عن مستقبل قبل ما بتعلم على الحاضر. بتبقى فيها نظره مستقبليه كبيره جدا. عشان بكره طب لو حصل الموقف ده بكره يبقى ايه موقف؟ طب ليه ناخد القرار ونتسرع؟ طب انا بعد كده ما اقدرش ارفض لاي حد. طب خلاص، لكن خلاص وصيه وانتهينا. خلاص يبقى بعد كده النظام اساسي. طب عايز اعرف راي حضرتك في التطوير والتجديد اللي بتقوم بيه اداره النادي الاهلي الفتره دي. يعني من اسبوعين بس كان افتتاح قناه للنادي الاهلي بشكل جديد ويعجب الجماهير ويكون عند حسن ظنهم، وبعدها على طول الاستاد، ولسه الانجازات والمفاجات جايه كمان. امر طبيعي ان يبقى في تطوير. امر طبيعي ان الحياه في الانديه خصوصا الانديه الكبيره لازم يواكبها تطوير على طول. قد يختلف التطوير من مكان إلى مكان، وقد يختلف المسمى من مكان إلى مكان. ربما نرى أن التطوير ورقا، وربما نرى أن التطوير إبهار، وربما نرى أن التطوير في الأشخاص، وربما نرى أن التطوير في الأجهزة، وربما نرى أن التطوير في عدد ساعات البث. لكن في النهاية التطوير الحقيقي ذات المضمون المحترم هو اللي بيلقى ترحاب كبير جدا لدى المشاهد. خصوصا ان النهارده الشاشات او التلفزيون عموما في البيت هو ضيف دائم. اكيد. يعني احنا بنبقى ضيوف على الشاشات، انما في البيت هو ضيف دائم قاعد معانا. فلازم اذا كانت القناه بتخاطب الاسره بشكل احترام في وبتقدم ماده تجذب الاسره كلها وما تسببش اي غضاضه للاسره، فامر طبيعي يبقى ليها الاحترام وليها التقدير وليها المشاهده وليها الاسبقيه وليها التفوق. ده جزء من مساله التطوير، مش المساله ان انا بجيب شاشات وبغير استوديو وبعمل
ديكور جديد، لا 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 بالعكس الموضوع أكبر من كده، لكن في النهاية يبقى أن النجاح بيلاحق الاحترافية ولا يلاحق الهواة. فجزء من الاحترافية في النادي الأهلي أنه هو بيدير أموره بشكل جيد. ممكن يكون اتأخرنا لكن خدنا الخطوة. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. وزي ما حضرتك قلت، وهنا التطوير ما كانش بس في صورة ولا في استوديو ولا في ديكورات، كان في محتوى، في أشخاص. ده اللي كنا بنقدمه للناس، وده اللي كان الهدف من اليوم الأول. طيب عشان نقفل موضوع الاستاد كده، شايف ان هي خطوة او نقلة نوعية في مسار الاستثمار الرياضي في مصر؟ هو الاستثمار الرياضي في مصر قد يكون بيسير ببطء شديد جدا برضو، لان ما فيش غير نادي واحد هو اللي بيلعب اللعبة دي. يعني برضو هي دي برضو مشكلة برضو. يعني ليه؟ لان هو اللاعب الوحيد في الملعب ده هو نادي واحد، هو نادي الاهلي. فامر طبيعي انه يسير ببطء. امتى يسير بقى؟ احنا عايزين بقى تطوير للمنظومه الرياضيه كلها، المنظومه كلها تتطور بشكل احترافي. هل ده بقى هيساعد؟ هل الخطوات دي هتخلي دي اكيد دي خطوه. لكن العقول الجامده لا تستطيع ان ترتقي الى هذه الخطوات. العقول الجامده لا ترتقي الى الوصول الى هذه الخطوات، وعلينا ان نغير العقول الجامده الى عقول مرنه نأمل تستوعب التطور وتطور من نفسها حتى أكيد تطور ذاتها. أكيد نأمل يكون في يعني تطوير ده في المنظومة الرياضية في مصر بشكل عام. ده هيعود، يعني الإفادة هتعود على الكل يعني. أكيد. طيب احتمالات بقى إلغاء الدوري، يعني الدوري المصري. قال وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي إنه ما فيش إلغاء للدوري، وقال لك إحنا لو هنبدأ دوري جديد هيكون برضو في سبتمبر. طب ما الكورونا هتبقى لسه موجودة في سبتمبر. فعايز أعرف بقى من حضرتك رأيك في الموضوع ده. ليه في أندية بتنادي بإلغاء الدوري المصري؟ هو احنا عندنا مشكله دايما اللي احنا هنربط كلامنا برضو، نرجع لمرجوعنا في اول الكلام، ان الهوايه والاحتراف المنظومه مختلفه. فعشان ليه دايما المحترف بيعاني؟ لان بقيه السلم الموسيقي بتاعه هاوي. فعشان يكتمل السلم الموسيقي كله باحترافيه هنوصل لموضوع تاني. طيب ده كلام كبير غير مباشر. ومباشر برضه. لا غير مباشر. عشان اوصل لاحترافيه كامله مهم جدا ان الناس تبدا تفكر بعقلانيه بعيدا عن حسابات الشخصنه اللي هي احنا هنهبط او مش هنهبط، هنفوز بالدوري او مش هنفوز بالدوري. يعني الموضوع ملوش علاقه بكورونا؟ ايا كانت كورونا، هي كورونا مش حد يجزم النهارده في العالم ان كورونا متى تنتهي؟ لا يستطيع احد ان يجزم في العالم متى تنتهي كورونا. بس الدوريات كلها رجعت، ليه هنا في نداءات انه الدوري يتلغي؟ عشان احنا موظفين. احنا موظفين مش محترفين. انا بتكلم بامانه، احنا موظفين. رايح النادي بتاعي وراجع من النادي وعزبيتي الخاصه بعمل فيه اللي انا عايزه. لكن في النهايه مفيش احترافيه في الاداء. هو انا النهارده لما اوقف الكوره والغي الدوري، فرضنا ان الدوري إذا كان هذا يريح الآخرين فرضنا أنه أتلغى، ما أنا هبدأ. طب هبدأ على أي أساس؟ ده اللي وزير الرياضة قاله. طب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ وبعدين أنا دايماً بحب أن احنا ناخد من السلبيات إيجابياتها. يعني كل سلبيات لها إيجابيات. طبعا. أنا بتعلم من السلبيات ديت أن الإيجابيات. أنا كورونا في إيجابيات. احنا كنا نلعب إمتى في ظروف زي دي؟ حد كان يتخيل ان هيجي يوم ويبقى عندنا وباء ونقول طب هنلعب كوره ازاي في وسط هذه الظروف؟ طب هنستمر الدوري ازاي؟ طب هنروح فين؟ طب هنيجي منين؟ طيب كان في مشكله. بصينا شفنا اوروبا عملت ايه، وبدات الناس ترجع تكمل دورياتها وتنهي امرها والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا. الناس عطشانه كوره، عطشانه كوره، جعانه كوره، جعانه كوره. ماشي طيب ليه الغي؟ طيب انت المشكله كلها في أطراف شايفة نفسها بره المنافسة. أيوة. في أطراف شايفة نفسها بره المنافسة. مع إني شايف لو أن هناك اجتهاد هيكونوا في المنافسة. يعني ما الدوري مش شبه لو أن محسن. هناك اجتهاد. أنا كلامي واضح، لو أن هناك اجتهاد هم مشاركين في المنافسة. مفيش اجتهاد خلاص مش أزمتي بقى. أما عشان أنا بذاكر وأنت بذاكرش مش موضوعي. تمام؟ لكن أندية تخشى الهبوط فبالتالي عايزه تخرج من الازمه وتقول طب قعدوني بقى الموسم الجاي. دي الانديه المستفيده من الغاء الدوري، صح كده؟ امر طبيعي. تمام. طيب
هذا المستفيد من الإلغاء ما كم إفادته للكرة المصرية؟ عشان أنا جايز كلام مش هيعجب حد، بس أنا إيه ما بعرفش أزوق الكلام. مدى استفادة المنتخبات المصرية من الأندية الهابطة؟ طيب أنت حضرتك كنت فين قبل كورونا؟ يعني أنت بتستغل موقف، ما اجتهدتش ليه؟ ما اجتهدتش ليه؟ بتستغل موقف أن أنت تستمر في الدوري أيا كان. الاحتراف ما بيعترفش بالكلام ده، خلاص انت مش قادر تطور من نفسك اركن او تنحى، هات حد بيقدر يكمل. طب هيقول لك ظهر حالات كورونا في نادي في اتنين المصري، هو ما كانش بيظهر حالات كورونا في انجلترا؟ ما ظهرش في روسيا؟ ما ظهرش في المانيا؟ ما ظهرش في اسبانيا؟ ما يعني العالم دلوقتي اللي بيفتح اي قناه رياضيه، يعني مش هقول بقى اللي بيفتح قنوات ايه ومش مشفره مفتوح، هيعرف كل حاجه. هيعرف الدنيا فيها ايه بره. هي احنا مش بنخترع الذره على فكره. احنا واخدين نفس الادوات اللي طلعت بره. والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه العليا دخل على موقع الفيفا وشاف الدنيا ماشيه ازاي، دخل على موقع اللجنه الاولمبيه الدوليه وشاف الدنيا ماشيه ازاي، دخل على مواقع الدوريات الاوروبيه وشاف الدنيا ماشيه ازاي، وخد منها ما يناسب مصر، واضاف ما يناسب الطبيعه او التاتش المصري. الحاجات اللي هي ايه بتاعتنا احنا لسه ايه ما خرجناش منها، لسه ثقافتنا ماشيه بيها. وبيحاول ان هو يكمل المسابقه بشروط وقواعد، والموضوع هيكمل مش هيقف. بدليل ان احنا رجعنا، هيتاجل ماتشين ثلاثه لاي فريق وارد، لكن في النهايه القطر هيطلع خلاص مش هيقف تاني. فامر طبيعي جدا ان مساله الغاء الدوري ده انا شايفها انها خسارة للكرة المصرية، لأن أنا عندي منتخبات بتلعب على مناطق كبيرة جدا. عندي منتخب أول عنده أفريقيا مطمع كبير جدا، عندي منتخب أولمبي عنده أولمبيات، عندي منتخب شباب. طب أنا مش هوقف بقى الحياة، يعني هوقف لمين؟ هوقف لمين؟ طيب هي كرة في مصر بتتعمل ليه؟ أو كرة في أي دولة بتتعمل ليه؟ عشان منتخب. في النهايه بتتعمل عشان منتخب طبعا. طب فخلاص احنا ماشيين عشان منتخب، لكن هنقف كل واحد يبدا بقى يتراشق بالكلام ويعمل اسقاط بالكلمات وما الى ذلك؟ كل هذه الامور في النهايه محصلتها لا تعنيني. ما يعنيني ان هناك نتيجه في النهايه، فريق فاز، ثلاثه هبطوا، ثلاثه صعدوا، المسابقه مستمره، المديرين الفنيين للمنتخبات بيشتغلوا، بيشوفوا لعيبه جديده، بيشوفوا وجوه جديده، بيطمنوا على لاعبتهم، الهيكل الاساسي او الهيكل الاحتياطي. وده اللي يهمنا، هنتكلم اكتر عن الكره المصريه وعن دوري ابطال افريقيا كمان، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد في برنامج السادسة، ولسه منورني في الاستوديو الناقد الرياضي أستاذ لطفي السقعان. أستاذ لطفي، الدوري المصري شبه محسوم للأهلي؟ ما نقدرش نقول شبه محسوم. طب قول لي رأيك. يعني هنقول عشان نقول شبه محسوم يبقى أنا وصلت النقطة 80 عشان أقول إن هو محسوم. لسه بدري على النقطة 80 فعشان كده أنا وبعدين أنا مش عايز أقول يعني نغمة محسوم ليها سلبيات. ده اتكلمنا فيه فعلا. يعني ان انا حتى اقنع لعيبتي انها حسمت الدوري بدري كده، ده قمه السلبيات اللي هتبقى اللعيب خلاص ما انا حسمت مفيش منافسه. فجأة لقيت نفسي بتكلم على ان فرق النقط بعيد قوي. وارد اي شيء يحصل، وارد. الكوره ملهاش معايير وملهاش مقاييس. وارد ان الدنيا تتغير من يوم وليله، وارد ان تحصل كبوه تجر كبوه. وارد. في الكوره احنا عندنا تعبير بنقول هزيمه بتجيب هزيمه، الفوز بيجيب فوز. فالنهارده ما تقدرش تحكمي ان الدنيا وقفت او الدنيا طلعت. ممكن يكون التعبير تعبير جماهيري عاجب الجمهور، يكون ربما يكون ده جمهور نكايه في جمهور اخر، ماشي مقبوله من جمهور، لكن كمحلل او كمختص في الشان لا، صعب ان انا ابدا اقول ان الموضوع اتحسن. طيب احنا كمان كمنظومه عشان اقول ده اقتصاد. انا لازم اعلي مسابقتي. يعني انا يعني المسؤولين عن المنظومه لازم يعلوا المسابقه عشان اقدر ابيع السنه الجايه بسعر اعلى.
ما انا هدخل تسويقي ازاي وادخل ويبقى عندي اقتصاد. ده مش ذنب النادي الاهلي بقى، هو اللي فارق. لا 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 مش ذنبه هو. ما هو انا بقول لحضرتك في الاول يعني ايه، هو خد خطوه مش ذنبه ان الباقي ما حصلوش. صح صح، مش ذنبه ان الباقي ما حصلوش. صح. طيب احنا شفنا ان اول مباراه رسميه الاهلي خلاص لعبها كانت مع انبي. عايز اعرف بقى راي حضرتك في الفريق الحالي بقى تحت قياده فايلر، شايف الدنيا كانت ازاي بعد المباراه دي؟ انا هقول الايجابيات في تقييم تجربه ما بعد كورونا. ماشي. يعني برضو بقى لنا فتره اربع شهور تقريبا ما بنلعبش. كان 148 يوم ما بنلعبش كوره والدنيا ما فيش تدريبات من بعيد. برجع حتى متهيألي فتره الاعداد ما بتبقاش كفايه في ظروف زي دي يا استاذ لطفي. يعني مناسبه. مناسبه. ليه برضو؟ هي بتاخد يعني من 3 اسابيع لشهر، لكن لما تبقى من اسبوعين لثلاثه قريبه يعني قربنا المسافات. لكن انا ليه ما احطش اللعيب المصري في قالب تاني؟ ليه دايما عايز اعيشه في حته احنا زرعنا ثقافات قديمه بنجنيها النهارده، زرعنا ثقافات كتير قديمه في الميديا وعملناها قوالب وسبناها للناس. النهارده احنا بنخبط فيها راسنا عشان ايه؟ نكسر القوالب الجامده دي. فعايزين، طب انا لازم النهارده افكر تفكير تاني. طب اللعيبه بتوعي، طب امتى يلعبوا تحت ضغط؟ هو لازم انا كيف لك الملعب عشان تلعب مثلا، ولا يعني وعقم لك الملعب وعقم لك الكوره وعقم لك الفرق؟ مش ممكن. خلاص في اجراءات بتتم. ماشي اوكي خلاص. طب الايجابيات اللي شفتها؟ الايجابيات شفتها ان في اهتمام طبي بقى موجود. يعني كنا امتى نفكر ان احنا يبقى عندنا مراقب طبي في المباريات؟ عمرنا ما كنا بنفكر في الكلام ده. يعني احنا املنا كله يبقى عندنا اسعاف في الملعب. يعني برضو دي نقله ثانيه في المجال الطبي. اكيد هتغير حاجات كتير في الثلاث سنين اللي جايه. ما يبقى عندي النهارده الفار موجود وعندي اطقم بتتعلم عليه واطقم بتشتغل ايا كانت النتيجه. لكن في النهايه أسست مدرسه اقدر هتفيد بعد كده. ما نخرج اول دفعه وثاني دفعه وثالث دفعه يبقى عندي كوادر تقدر تدير المنظومه بشكل كويس. الحكام، انا شايف ان الحكام يعني واللجنه الخماسيه بصراحه محذره اي حد يتطاول على الحكام، وده شيء مهم جدا وبيحصل في كل دول العالم. ممكن تنتقد لكن تطول لا، ما حدش بيتطور. بالنسبه بقى لفريق النادي الاهلي، عوده عمدي حمدي فتحي ومحمد هاني وهدفه، يعني شايف الدنيا كانت ماشيه ازاي كده في ماتش ام بي بالذات؟ في ماتش ام بي التشكيل الاساسي للراجل هو بيحافظ عليه بشكل كبير جدا، لان عنده قوام هيلعب بيه افريقيا، فمركز عليه بشكل كبير عشان اقدر استعد بشكل كويس. عمل 4 تغييرات، بيحاول يضخ دم جديد، بيحاول يشغل الكل، بيحاول اللي شايف انه مش قادر بيخرجه، بيدي فرصه لواحد تاني، يعني بيحاول يجدد الدماء اللي موجوده. ليه؟ هنا الكوتش بيستفيد. لان اللاعب دايما ما يبقاش حاسس انه ركب المركز بتاعه وما هوش نازل منه. فبالتالي ما بيحاولش يطور مستوى. لكن طول ما اللاعب عارف ان انت لا، ده انت لو قليت في واحد قاعد بره هيركب عليك في الملعب، فخلاص. فهنا يبقى هو عارف ان مستواه لازم يعلى. شايف في حاجه ممكن يشتغل عليها قبل ماتش بكره بتاع الانتاج الحربي؟ هو اكيد احنا المعاناه في الهجوم. المعاناه في الهجوم امر طبيعي. وده مش بتاع النهارده. مش بتاع النهارده، لكن في النهايه حتى لو المهاجمين ما بيجيبوش اهداف لكنهم بيشغلوا خط الدفاع. فهنا بيستغلوا المدافعين المتقدمين انهم يسجلوا اهداف. فامر طبيعي النهارده ان انا هقول ما انا داخل في نفس القصه ونفس المعاناه. ماشي، لكن مع ما العب لي 3 4 اسابيع في الدوري ان الدنيا تبدا تفوق. الناس تبدا تستعيد لياقتها الذهنيه. لان ايا كانت المباراه الوديه، ايا كانت التدريبات، الملعب وحساسيات المباراه هي الفيصل فيه عند اللاعب. لانه لو خد حساسيات المباراه ده موضوع تاني، ما خدهاش هيقعد كتير جدا على ما يوصلها في الملعب. طب توقعاتك لمباراه الانتاج بكره، فرص فوز الاهلي؟ هيكون اول ماتش على استاد الاهلي والسلام. الفرص برضه هي نفس فرص انبي. هو ان كان الانتاج الحربي بقاله ماتشين، اخر ماتشين ليه ما كانش بيكسب، كان متعادل بس.
لكن في اجمالي مباريات الاهلي والاتحاد الاهلي بيكتسح كل الاهلي والانتاج الاهلي بيكتسح المباريات. لكن هم قاعدين بقى لهم فتره ما بيلعبوش وهم بيلعبوا كوره هجوميه وبيعتمدوا على الضغط على الفريق وبيلعبوا قدام الاهلي فكل لاعب عايز يقول انا موجود يا جماعه خلي بالكم مني ممكن تشوفوني ابقى كويس ممكن تاخدوني فهي المباراه ملهاش معايير ثابته لان بيتفوق عليها الحماس اكتر من الجهد البدني والفني لان اللعيبه كلها خلاص ده هو عنده ماتشين في السنه الاهلي والزمالك فهو لازم الاربع ماتشات بتوع الفرقتين دول يبقى اجمد واحد في الملعب فعشان هنا بتبقى المعاناه بقى مع هذه المواجهات دايما واستدل على ليفربول ليفربول واخد الدوري وكل ما يجي يحتفل يتعادل لا ما يعرفش يسجل لا يخسر يعني ونزلت يعني ليفربول يا استاذ لطفي يعني سؤال كده في النص محمد صلاح خلاص حقق الدوري الانجليزي مع ليفربول ودوري ابطال اوروبا شايف انه ده جه الوقت بقى انه يروح مكان تاني او نادي تاني والله دي اللي قررها محمد صلاح حضرتك شايف انه خلاص كده اكتفى مع ليفربول ولا لسه في اكتر لا انا شايف ان افضل فريق في العالم دلوقتي هو ليفربول بدليل احنا كنا بنتكلم في الفاصل ان برشلونه مش في حالته ريال مدريد بغض النظر عن ان هو البطل لكن برضو مش في حالته الاساسيه الكره الانجليزيه هي المسيطره ده حقيقي بشكل كبير جدا واقوى دوري في العالم وهي نهائيات اوروبا لا تخلو من الكره الانجليزيه الخالص فامر طبيعي جدا ان انجلترا نقله ثانيه وانا شايف ان هو لو خد موسم كمان مع ليفربول يبقى افضل له طبعا من ان هو يروح مكان تاني لسه هياخد وقت عليه لكن ان هو يكمل مع ليفربول موسم كمان وربما يكون له مكان تاني بعد كده لكن ان هو يمشي من الموسم ده شايف انها مش هتبقى مفيده لمحمد صلاح لكن يبقى ان هو حط مصر على خريطه الاحتراف الجاد عايزه تعليق سريع كده من حضرتك قبل ما نختم حلقتنا في اي حاجه عايز تقولها فيما يخص اسباب كورونا اللي بقى عندي 5 تغييرات فامر طبيعي النهارده ان كل مدرب بيستغل اكبر عدد من اللعيبه فدي كويسه جدا انها مفيده ان اللعيب ان انا اقدر اجهز لعيبه بعد اطمئناني على النتيجه في بعض اللاعبين اللي ما بتشاركش بعض اللاعبين اللي راجع من الاصابات اللي انا عايز اطمن عليها فدي انا شايف انها خطوه كويسه جدا نستفيد بيها انا مع حضرتك كورونا. جدا والغريب ان انديه الدوري الانجليزي صوتت ضد القرار ده وبقوا عايزين 3 تغييرات بس بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا في برنامج السادسه وبشكر حضراتكم على المتابعه وباذن الله انتظرونا في الاسبوع الجديد يوم الاحد ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج السادسه